الحمد لله الحمد لله يا ربي، الحلم تاع تحقق حتى اللاعبين والاداره تاع اتحاد العاصمه كان الحلم تاعهم كذلك باش يجيبوا هذا الكاس ويهدوها للمرحوم، وهذا الشيء ماهوش فرح غير المرحوم ولكن فرح كاع الشعب الجزائري، وكذلك العائله بن حمود راهي فرحانه بهذا التدريب والحمد، حتى كذلك ما نساوش حتى بلا ميداي تاعو وراهي واجد هنا عندي، صافي بليزير وجو فيليسيت نشكر بزاف اداره اتحاد العاصمه. الفرحه كملت كان الحمد لله. كان حد يهديها صح. اليوم جا مكتوبه مع اتحاد العاصمه. مع مجيد ما كتبتش، مع هذا كتب الله ما كتبتش مع مجيد، ولكن ما زدناش الخيبه الثانيه. الحمد لله يا ربي جات تتويج والهديه هداوها كاع، الكاس هذه هداوها المرحوم اللي هو ابني، والحمد لله بزاف. ولا كوب راح تزور مدينه وان شاء الله. ان شاء الله راني طلبت من الاداره باش يجي لهم دعوه عامه للاداره للاعبين باش يجيو لمدينه حجور، ان شاء الله راح تكون باش الام تاعو تكون باش تشوف هذيك الكوب ان شاء الله.